الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، صلي وسلم وبارك على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه، وارض عنا معه يا رب العالمين. نذكر اليوم حديثا عن صحابي جليل يدعى أبا بصير أو يكنى أبا بصير، وأما اسمه فهو عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه. ولعل اسما مشابها قد طرق أسماعنا فيما سبق من قصص الصحابة الكرام، وهو عتاب بن أسيد القرشي رضي الله عنه. وذاك رجل، والذي نتكلم عنه اليوم رجل آخر، عتاب بن أسيد من قريش، وكان رجلا قد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد فتحها، وكان شابا قد ترجمنا له فيما سبق. أما عتبة بن أسيد وليس مشهورا باسمه، وإنما مشهور بكنيته، فهو أبو بصير الثقفي الذي نتكلم عنه بحول الله اليوم. نذكر دائما أن الكنية عند العرب هي قولنا أبو فلان. إذا قلنا أبو فلان أبو فلان فهذه هي الكنية. الآن ما نسميها الكنية ليست كنية عند العرب، وإنما لقب. يعني كنيتنا بالعامي اسم عند العرب لقب. أبو بصير الثقفي رضي الله عنه حفظ لنا المحدثون والمؤرخون من حياته حادثة واحدة، لم يحفظ لنا التاريخ من حياته إلا هذه الحادثة، ولكن هذه الحادثة فيها من الفوائد والعبر وما يتعلمه الإنسان ويستفيده، بحيث ينظر إلى أقدار الله كيف تجري في الأشياء فيأخذ من ذلك تمام الفهم والعبرة والعظة. حادثته متعلقة بصلح الحديبية، وصلح الحديبية أمر مشهور جدا، ملخصه الشديد، وقد تكلمنا عنه في قصص السيرة النبوية فيما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه لأداء العمرة في أواخر السنة السادسة للهجرة، فمنعه المشركون وقالوا له لن تدخلها إن كنا فيها، سنقاتلك ونمنعك، يا قوم ما جئت للقتال لن تدخلها. وحدثت مفاوضات ومكالمات ومناشدات ما بين الطرفين لأن يصرفوا قريشا عن هذا العناد، فأبت قريش، وأرسلت قريش من جهتها رجالا ليفاوضوا، وأرسل رسول الله من جهته رجالا، وفي النهاية أرسلت قريش رجلا يدعى سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وقد أسلم فيما بعد وترجمنا له أيضا في قصص الصحابة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب من بعيد ورآه قال سهل أمركم، وكان سيدنا رسول الله يحب التفاؤل، اسمه سهيل، قال سهل أمركم، وجاء سهيل، واتفقوا بعد قضية طويلة على عقد صلح بين المسلمين والمشركين يتضمن أربعة بنود. البند الأول أن يرجع المسلمون من هذا العام فلا يؤدوا العمرة، ثم يأتوا في العام القابل فيخرج المشركون برضاهم من مكة ويتركون مكة للمسلمين فيؤدون فيها العمرة لمدة 3 أيام، ثم ينصرفون إلى ديارهم. الشرط الثاني أنه من أراد أن يدخل من قبائل العرب في حلف المسلمين دخل، ومن أراد أن يدخل من قبائل العرب في حلف المشركين دخل. الشرط الثالث أن توقف الحرب 10 سنوات ما بين المسلمين والمشركين، ولا يتعرض فيها لأحد الطرفين. الشرط الرابع أن من جاء من المسلمين إلى المشركين مرتدا عن دينه لا يرده المشركون إلى المسلمين، ومن جاء من المشركين إلى المسلمين يريد الإسلام يرده المسلمون إلى المشركين. هذا الشرط
كان مؤلما على أنفس أكثر المسلمين. رجل ترك المشركين وجاء إلى المسلمين يريد الدخول في دينهم، أو كان من دينهم وكان مستضعفا بين أيدي المشركين واستطاع التخلص فجاء إلى المسلمين، يجب على المسلمين أن يردوه إلى المشركين. ومن ثم رجل من المسلمين ترك دينه، ارتد والعياذ بالله، ولحق بالمشركين، لا يجب على المشركين أن يردوه للمسلمين. تأثر الصحابة من هذا الشرط تأثرا كبيرا في قصة شهيرة طويلة. ويقدر الله تعالى أن ابن سهيل بن عمرو الذي يكتب هذه الوثيقة، وثيقة صلح الحديبية، ويكنى أبا جندل، وأما اسمه فمختلف فيه، وقد ترجمنا أيضا له سابقا، اسمه إما عبد الله وإما له اسم آخر. المهم يأتي أبو جندل هاربا من المشركين إلى المسلمين: يا رسول الله، المشركون يعذبونني، جئت إليكم، استطعت الفرار. فنظر الأب إلى الابن، الأب هو عاقد الصلح ممثل المشركين سهيل بن عمرو، قال: هذا أول ما أقاضيك عليه، اتفقنا على ذلك، هذا أول تطبيق. رسول الله يقول لسهيل: دعه لي. عند العرب شيء من الاحترام للرجال، لشخصيات الرجال حتى وإن كانوا مشركين، لكن عندهم شيء من هذا: دعه لي إكراما لي، أنا وأنت أبناء بلد واحد، قبيلة واحدة، أبناء عمومة بعيدة، دعه لي. قال: لا أدعه. دعه لي، لا أدعه. دعه لي. أخذ الرجل بابنه وضربه على وجهه وقال: إن لم تفعل فقد نقضنا الصلح. فقال رسول الله لأبي جندل: عد مع أبيك. يا رسول الله، يفتنونني في ديني. وكشف عن ظهره فإذا أثار التعذيب عليه. عبد الله، إنا قد عقدنا مع القوم صلحا، وإنا قد واعدناهم وعقدناهم، فلا نغدر بهم، ارجع يا نبي الله. فقال له الكلمة الحاسمة، قال: ارجع فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. خلص، الآن اذهب، ولكن سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وينطلق الرجل مع أبيه. ما هي إلا أيام ويتم عقد الصلح. طبعا قصة هذه القضية صلح الحديبية طويلة وتفاصيلها كثيرة، وقضية سيدنا عمر ومجيئه لن أذكرها لأنها ليست من صلب الحديث، وإنما أذكر مقدمات يحتاجها حديثنا عن أبي بصير. ما هي إلا أيام بعد عقد الصلح ورجوع سهيل بن عمرو مع ابنه المسلم المعذب المستضعف الذي كان بين يدي المشركين، رجوعه مع أبيه؟ ما تمر أيام إلا ويأتي رجل هيئته وشأنه وأموره كشأن أبي جندل، وهو صحابينا اليوم أبو بصير، عتبة بن أسيد الثقفي، هكذا أسيد وليس أسيد. ومرة قلت لكم إن العرب تسمي بأكثر من وجه. يأتي أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه إلى المدينة، يصلها يدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، قد فررت من المشركين وإنهم يعذبونني. هذا الرجل من قبيلة ثقيف، وثقيف تقطن الطائف، الطائف قريبة من مكة المكرمة، ولكنه صحيح هو من ثقيف، لكنه حليف لبعض رجالات قريش، فكان يسكن مكة. وقد قلت أكثر من مرة إن الإنسان عند العرب قديما إذا كان من بلد أو من قبيلة وانتقل إلى بلد آخر أو قبيلة أخرى فأراد السكن عندهم لابد أن يحالف، وإن لم يحالف فإنه متعرض للأخطار. فيأتي إليهم يقول: حالفتكم، يقبلون به، يحالف شخصا فينسب إليه. فكان حليفا لبعض رجالات قريش. جاء أبو بصير رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، فررت منهم وإنهم يعذبونني. لم يلبث إلا قليلا وإذا رجلان بإثره يلحقان به.
يا رسول الله أنا فرطت منهم أريد ديني أن أحافظ على ديني وإنهم يعذبونني ليفتنوني عن ديني. فقال يا أبا بصير إنا قد عقدنا مع القوم صلحا ويصل الرجلان فيأتيان النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان يا محمد أرسلتنا قريش نطالبك برد هذا الرجل إليها بناء على ما اتفقنا عليه، نحن بيننا وبينك حلف، بيننا وبينك عقد يشترط أن من جاءك جاء إليك وإن كان مسلما ترده إلينا. فقال يا أبا بصير عد معهما. قال يا نبي الله يعذبوني في ديني. فقال له ما قاله لأبي جندل، قال ارجع معهم فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا مرارا عن أهل العلم نقلا عنهم أن الوعد من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم محقق لا محالة. فإذا قال رسول الله سيجعل الله، وإذا قال قبله رب العزة سيجعل الله بعد عسر يسرا، فسيجعل متى لا شأن له، ولكن سيحصل قولا واحدا. ورسول الله يقول سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، سيحصل هذا بإذن الله، فهو وعد محقق بإذن الله. ينطلق أبو بصير يصل مع هذين الرجلين إلى ذي الحليفة، وهي المكان الأصيل الذي يحرم منه الحجاج والعمار إذا جاءوا من بلاد الشام، لكن الآن صار طريقهم على المدينة فصار لهم مكان آخر يحرمون منه. المهم وصل الثلاثة إلى ذي الحليفة، وكان فيها من القديم مسجد يحرم منه الناس، فنزل الثلاثة ليستريحوا، ودخل أبو بصير إلى مسجد ذي الحليفة فصلى ركعتين، ثم خرج وكان معه شيء من طعام فبسطه للرجلين فجعلوا يأكلون ثلاثتهم هو ومن رجع معه. ينظر أبو بصير إلى أحدهما، يذكر أن أحدهما كان ذا مكانة والثاني كان بمثابة الخادم للأول. قال فنظر أبو بصير إلى الأول وهو ذو المكانة فإذا معه سيف قوي صقيل. ما هذا السيف؟ ما شأنه؟ قال هذا سيف أعددته لحربكم لقتالكم، ولقد جربت به وجربت. يتفاخر، أنا بطل وأنا خط المعارك وأنا صاحب إثبات وجود، ولقد جربت به وجربت. قال أرني إياه، فأراه إياه فاستل السيف فضربه به فقتله. جربت به جربت، أليس كذلك؟ نعم. أعددته لحربنا؟ نعم. كما قال رب العزة ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال أهل العلم هذا فيه نوع من الانتقاص من الاستهزاء من هذا الرجل. ماذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى؟ يقول للإنسان المستكبر في الدنيا يوم القيامة تفضل وأنت مستكبر تنظر للناس كأنهم غير موجودين لا قيمة لهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم صاحب المكان، هذه مكانتك، تفضل إليه، أنت هذا ما تستحقه. ضرب هذا الرجل فطاح برأسه، فلما رأى صاحبه ذلك طاش صوابه وفر هاربا. وينطلق أبو بصير عائدا إلى المدينة، أما صاحبه الذي جاء معه ليأسره هو وذاك الرجل يعني ليردوه إلى مكة، فإنه قد سبقه لا إلى مكة بل إلى المدينة، سبقه على حال عجيبة جدا. قصة أبي بصير رضي الله عنه يا أيها الأحبة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروق، الشروق، وفي شرحه للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، شرحه فتح الباري، شرح صحيح البخاري،
أتى بتفاصيل كثيرة كعادته، فإنه من كبار الحفاظ للحديث عن ابن حجر رحمه الله تعالى، جاء بتفصيلات كثيرة فزادها على رواية البخاري. من جملتها أن هذا الرجل اقترب من المسجد، الرجل الذي فر بعد أن قتل صاحبه وقد سبق أبا بصير، قال: وقد سبق إلى المسجد وقد رفع طرف ثوبه فجعله بين أسنانه عضا عليه، وهو والحصى تطير من تحت رجليه وقد بدا فرجه وهو لا يشعر. ما هو حسس عم كشف وطاير في الهواء سلبي، ما هو حسس على الدنيا، سبحان الله. قال: وقد بدا طرف فرجه وهو لا يشعر، ورفع ثوبه كما قلنا وضعه تحت أسنانه كشان الخائف شديد الخوف. فوصل إلى المسجد فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، قتل صاحبي وإني لمقتول، أنا كمان بأموت. الرجل ما عاد يعني ما عاد يرى أمامه كما قلت بشدة الخوف. أنتم تأتون لتأخذوا هذا الرجل إليكم، كل هذا الخوف أصابكم، وإني لمقتول. يصل أبو بصير رضي الله عنه فيدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه. بمجرد أن يقترب يقول رسول الله: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه، هذه الكلمة ومثلها تربت يداك، هذه في الأصل كلمة معناها ليس حسنا، ليس جيدا، ولكنها كما قالت جمهور شراح الحديث وأهل العربية ما عادت يقصد بها معناها الأصيل. ويل أمه يعني الويل لأمه، الشر يجي على أمه، لا ليس المقصود بها كذلك. وكذلك تربت يداه، كثيرا ما تسمعونها في الأحاديث الشريفة، معنى في الأصل كلمة تربت يداك أي التصقت يداك بالتراب من شدة فقرك، يعني كأنه دعاء على إن شاء الله تصير فقير، هذا أصل 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 معناها، لكنها ما عادت كذلك، ما عادت تستعمل بهذه الطريقة. الآن مثلا بعض الألفاظ قد نستعملها ولا نقصد بها حقيقتها، أحيانا أثناء الحوار لا نقصد شرا فنقول عمش ما فهمت علينا، أصل كلمة العمش الله يعميك يعني، لكن لا نقصد بذلك ولا يخطر في بالنا هذا القصد، أننا أثناء الحوار نخاطب الذي أمامنا فندعو عليه بالعمى. وهذا أمر مستعمل في كل لغات العرب، في كل لغات الناس وبخاصة عند العرب، فهذه كلمة خرجت عن أصل معناها إلى معنى المعاتبة. ولأمه مسعر حرب، هذا سيشعل حربا لو كان له أحد، لو اجتمع معه مجموعة على نفس حاله سيقضون الصلح وسنرجع إلى الحرب مع قريش. ارجع يا أبا بصير. قال: يا نبي الله، وفت ذمتك، وفت ذمتك، أنت أعدتني، كأنه يقول، هو قال فقط وفت ذمتك، كأن معنى هذا الكلام يعني أنت أعدتني وأنا الذي خلصت نفسي، فلا حرج عليك أن تعيدني الآن مرة أخرى، لا يحق لهم أن يطالبوك، أنا الذي خلصت نفسي، أنت نفذت الشرط، نعم، أعدتني معهم، نعم، سلحتني لم تسلحني، ما فعلت لي شيئا، أعدتني معهم وأنا الذي خلصت نفسي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد إقراره على كلامه وفعله. قال: أليس أبو بصير؟ وهذه فقرة مهمة وقد سبحان الله مرت بي منذ زمن طويل، ووجدت الحافظ ابن حجر الذي أشرت إليه رحمه الله تعالى وهو كما قال بعض شيوخنا حلال المشكلات رحمه الله، عالم جليل، محدث فقيه، صاحب يعني علم جليل رحمه الله تعالى، توفي سنة 52 للهجرة، يعني من 600 سنة تقريبا. نعم، هذا الرجل علق على هذه القضية فذكر تفصيلات طويلة الحافظ ابن حجر، من جملتها قال: ولا يترتب إثم ولا حرج على أبي بصير، لأنه ما كان مع رسول الله لما عقدوا الصلح، وإنما كان مستضعفا عند أهل مكة، فهو لم يكن مع المسلمين الذين اتفقوا على هذه القضية، وإن كان من المسلمين لكنه ما كان معهم،
ولا اتفق على ذلك، وكان مستضعفا عند المشركين في الأصل، فلا حرج عليه. لذلك بعد هذه القصة سنشير إلى تفصيل أيضا يتعلق به. وفت ذمتك. فينطلق أبو بصير لما قال لرسول الله هذا الكلام، قالوا وعرف أن رسول الله سيرده إليه، إذا بقي في المدينة سيرجعون، رغم أنه فعلا قد أرجعه معه، ولا إثم عليه على رسول الله، ولا حرج عليه، ولا عتب عليه، ولكن سيأتي هؤلاء ليدخلون، ليدخلوا عليه يمينا وشمالا ويقولون كتبت وفوضنا وعقدنا وكذا. فقالوا فعرف أبو بصير أنه سيرده إليهم، فانطلق من المدينة، ما قام بالمدينة. قالوا فانطلق حتى أتى سيف البحر. قلت لكم مرة السيف، مين بتذكر؟ الله يحميكم، 10/10 بسم الله. السيف الشاطئ، شاطئ البحر، ولعله توجه إلى قريب من جدة اليوم في مكان يدعى العيس، فنزل فيه عند فدفد، يعني مرتفع صغير. قال ويسمع به المستضعفون من المؤمنين بمكة فينفلتون واحدا إثر الواحد فيلحقون به، ومن جملة من لحق به أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. الله سبحانه وتعالى حكى لنا هذه الأشياء أو إشارة عامة لها في سورة الفتح التي قرأنا آنفا في الصلاة شيئا منها، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وآله. مهم من جملة ما قال أيضا رب العزة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا أو أي لو تميز المسلمون المستضعفون المقيمون بمكة ولا يستطيعون الخروج منها، لو انعزلوا عن المشركين وبقي المشركون فقط مقيمين بمكة، لأذنا لعبدنا لرسولنا بقتالهم مباشرة، ولكن المستضعفون موجودون وموزعون وكثير منهم غير معروفين، فإن أذن رب العزة لرسوله بقتال المشركين بمكة قبل أن يتميز، تزيلوا تميزوا، أن يتميز المستضعفون فينعزلوا من المسلمين عن المشركين، لدخل المسلمون فقاتلوا وقتلوا بعض المسلمين المستضعفين وهم لا يعرفونهم، ما بيعرفوا من النمين. نزل العيس، تصل الأخبار إلى مستضعفي مكة من المسلمين يفرون رويدا رويدا، يصل من جملتهم أبو جندل رضي الله عنه إلى أبي بصير، يجتمعان هنا. الآن ما أشرت إليه منذ قليل وهو قضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن لا يبقى بمكة، أهل مكة ومن جملتهم سهيل بن عمرو والد أبي جندل ضاش صوابه، قال سأرسل إليهم أريد دية الرجل الذي قتله هذا الرجل أبو بصير، وقتل رجلا أريد ديته، أريد مالا، أريد كذا. فقام أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عن الاثنين، كلاهما أسلم بعد ذلك، فقال له لا عليك ولا يحل لك أن تطالب محمدا بشيء، فإنه قد وفى لنا، وهذا الرجل هو الذي صنع بحليفك ما صنع. أبو بصير ما دخلوا في الاتفاق، هو الذي قتل لك صاحبك ولم يأذن محمد بذلك وقد رده إليك، فلا عليه مطالبة ولا يحل لك أن تراجعه بشيء. قالوا كان كافر؟ إيه كان كافر في وقتها. ويقول هذا الكلام إيه نعم، ليس كل كافر يتمتع بكل صفات الانحلال الأخلاقي والانحراف عن الحق، عنده بعض الحق في وقتها، ثم أسلم رضي الله عنه كما أشرنا، لا يحل لك أن تطالبه بشيء. يجتمع أبو بصير وأبو جندل ومجموعة من الصحابة ما بين 60 إلى 70 رجلا كما في رواية ابن هشام وغيره. قال في العيس فلا تمر قافلة تجارية لأهل مكة إلا ويغيرون عليها،
فيأخذون ما يأخذون ويقتلون إن استطاعوا من أهل مكة ويفر الباقون. ما تمر قافلة إلا ويجري عليها هذا، لم يعد أهل مكة يستطيعون الاحتمال، فأرسلوا إلى رسول الله رسالة كتابا: يا محمد قد أبطلنا هذا الشرط، فخذهم كلهم إليك، لم عدنا نريدهم. من جاء إليك مسلما الشرط أن ترده إلينا، خذهم إليك، ما عدنا نريد أحدا منهم، أبقيهم عندك، كل من جاء إليك مسلما فبارك الله له، خذه إليك. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بكتاب يأمر فيه أبا بصير رضي الله عنه وأبا جندل ومن معهم من المستضعفين الذين أقاموا بالعيص لذلك المكان على سيف البحر بالقدوم إلى المدينة. قبل أن يصل الكتاب، أثناء إقامتهم بهذا المكان، كان أبو بصير رضي الله عنه كلما صلى صلاة يقول، ينشد خلفها: الحمد لله العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر. وجد ذلك من نفسه، فجعل كلما صلى صلاة يردد: الحمد لله العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر. وقد نصره الله وأعزه الله وأنجاه الله مما هو فيه. ويصل الكتاب النبوي إلى المكان الذي فيه أبو بصير رضي الله عنه وأبو جندل، ولكن كان أبو جندل قد وضع رأسه وجسده على الأرض وكان في مرض الموت، فيعطى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذه ويضعه على عينيه ويقرأه ثم يسلم روحه لله عز وجل. قال: فيقوم إليه أبو جندل صاحبه رضي الله عنه، صاحب القصة المشابهة تماما له بما جرى لهذا الرجل، فيقوم إليه ويغسله ويكفنه ويدفنه في المكان الذي توفي فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، قال: وروى موسى بن عقبة والزهري وغيرهم، قال: فلما دفنه بنى على قبره مسجدا. فلما دفنه بنى على قبره مسجدا. هل نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء المسجد على القبر؟ لا. قال: هل هذا إذن جائز؟ وهذه قضية يعني مشهورة بين الناس ويكثر الترددها والحديث عنها، وبخاصة حينما يذكر الحديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففهم بعض الناس أن اتخاذ القبور مساجد يعني أن نبني مسجدا بجوار قبر، فقالوا هذا حرام وهذا لا يصح، وهذا والحديث هذا الذي أشرت إليه ينهى نهيا مشددا عن ذلك. والحقيقة يا أيها الأحبة أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر وغير الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في صحيح البخاري، قال ابن حجر: قال البيضاوي رحمه الله تعالى وهو من المفسرين والفقهاء من أهل المذهب الشافعي رحمه الله تعالى من أهل الفضل، قال: قال البيضاوي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للسجود عليها، فيجعلون جبهتهم على القبر ويسجدون للقبر، فكأنهم يعبدون القبر نفسه. قال: فأما إذا بنوا مسجدا بجوار قبر، قبر معزول المسجد بجواره، فلا حرج في هذا، فلا حرج في هذا. هذا هو الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم. الآن حادثة بناء المسجد على قبر أبي بصير رضي الله عنه كما قلنا رواها موسى بن عقبة والزهري وغيرهم، ولكن في إسنادها شيء، لكن حسن إسنادها جماعة من أهل العلم، قالوا: ومن جملة ما يقوي إسنادها
أنه ما ورد نحي نبوي عن ذلك، ولا أمرهم رسول الله بهدم هذا القبر، بهدم هذا المسجد. ما قال لهم اهدموا المسجد لأنه بني على قبر. قالوا فهذا أيضا مما يقوي هذه القصة. أبو بصير رضي الله عنه دفن هناك وكان له ما أراد، وتحقق ما كان يقوله: الحمد لله العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر، أعزه الله تعالى. ولكن كان الإعزاز مرتبطا بلحظات الوفاة، وهذا قدر الله في الأشياء. أسأل الله لي ولكم أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. الحمد لله.